بدهنة واحدة من المكون الجبار والعجيب والسحري ده هتقدري تتخلصي من شعر جسمك ووجهك كله والمناطق الحساسة. هيشلك الشعر ببساطة جدا جدا وبسرعة الصاروخ، هيبيض وينعم بشرتك ويخلي بشرتك زي بشرة البيبيهات، لسه اكنك لسه مولودة، مفيش ولا شعرة في جسمك، جسمك ناعم وابيض، بشرتك نضرة ومنورة بدون شعر نهائي. هيعجز نمو الشعر وهيشيل الشعر خالص، هيخليكي صلعاء ملساء فلة شمعة منورة وبيضة زي القشطة، وبشرتك ناعمة جدا جدا وبتبرق. مكون جبار، مكون عجيب، يلا بينا، اوعي يفوتك الفيديو ده، هينفعك جدا جدا وهتستفيدي منه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا باخواتي وحبايبي، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. معاكم مية من قناة وصفات سحرية مع مية، والنهاردة زي ما عودتكم، وطبعا انا ان شاء الله الوصفة اللي نزلتها النهاردة ديت بناء عن طلب متابعة اصرت عليا وطلبتها مني كتير عشان فرحها قرب. فانا بقول لك حبيبة قلبي، انا عناية الاتنين ليكي، بس انا لما بتأخر بجيب لك الحاجة المتجربة، الحاجة اللي اول ما تستخدميها تلاقي فيها نتائج حلوة جدا جدا. الوصفة بتاعتي هتعمل على حاجتين، على ثلاث حاجات. اول حاجة هتزيل الشعر، هتزيل الشعر. تاني حاجة هتفتح البشرة جدا 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 والمناطق الحساسة. تالت حاجة هترطب وهتنعم بشرتك. لو اول مرة تشوفوا قناتي ما تنسوش تضغطوا على زر الاشتراك الاحمر وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، لايك للفيديو فضلا وليس امر. اول حاجة هعمل معاكي دلوقتي، بصي، هما الوصفتين اول حاجتين اللي احنا هنعمله مع بعض دول بيعجزوا نمو الشعر خالص وبيشيلوا الشعر خالص، تمام، بيفتحوا البشرة جدا 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 وبينعموا قوي. الاتنين متصلين ببعض، ما تقدريش تستغني عن واحدة فيهم، لان الاتنين بيعملوا نتائج فعالة، وده من اول استخدام هتلاقي فرق رهيب. اول حاجة معايا هنا طبق، تمام، هبدأ اجيب معايا هنا مية ورد. طبعا في دهان هندهنه في الاماكن اللي فيها شعر زايد واسمرار وخشونة، ده ليلا هقولك عليه بعد الوصفة دي. الوصفة دي بتعجز نمو الشعر، بتشيل الشعر، بتنعم البشرة، بتفتح البشرة والاماكن الداكنة والسمرة قوي. بسرعة هبدأ اخد، ادي معلقة، اتنين معلقتين من مية الورد، تمام. ومعايا هنا خل التفاح. خل التفاح ممتاز جدا يا بنات، ويعني ممكن تستبدليه بالخل الابيض، يعني معايا هنا خل ابيض ومعايا هنا خل تفاح، يا اما هتحطي ده يا اما هتحطي ده. ده الخل التفاح للبشره شديده الحساسيه، او الناس اللي عندها حساسيه شديده قوي فهتقدر تستخدم خل التفاح لانه حنين شويه او رطب شويه على البشره. الناس اللي ما عندهاش مشاكل او التهابات او حساسيه هتستخدم الخل الابيض. فانا هحط النهارده بقى خل تفاح علشان الناس اللي عندها مشاكل وبتتحسس من اي حاجه بسرعه. هاخد معلقه واحده بس من خل التفاح. وهنا خل التفاح يا بنات او الخل الابيض عموما بيعجز نمو الشعر، بيفتح جدا، بيشيل لو عندك كلف في المناطق الحساسه او عندك بقع او عندك سواد في اي حته في جسمك او في وجهك بيشيلها بسرعه. خلطنا معلقتين من ميه الورد مع معلقه من خل التفاح، وهننزل عليهم بمعلقه كبيره من النشا او الكورن فلاور، وهنبدا ان احنا نقلبهم مع بعض بالشكل ده. على فكرة وصفتنا النهاردة سهلة جدا جدا ومكوناتها غير مكلفة خالص، وموجودة عندك وموجودة في كل بيت. بدأنا نخلطهم بالشكل ده، وهبدأ اخد، معلش اسفة، هبدأ اخد برضو معلقة من السكر، مش الملح بقى، السكر. طيب السكر هنا بيعمل ايه؟ بيعمل على تقشير الجلد الميت، وبيعمل على ازالة الشعر اللي تحت الجلد. لو في بنات عندها شعر تحت الجلد بيبدأ يشيلها. طيب احنا عملنا المكونات ديت، بصوا سايلة ازاي، دي بقى تستخدميها ازاي. نصلي على سيدنا محمد ونشوف. اول حاجة المكون ده هتستخدميه مرتين في الاسبوع، تمام. هتبدأ ان انتي قبل ما تستحمي، يعني انت هتعملي المكون ده وهتدخلي بيه الحمام، هتبدأي تاخديه بالسكر بتاعه وهتبدأي تدلكي بيه جسمك كويس قوي قبل ما تستحمي او تاخدي
الشاور بتاعك، وهتبدأي ان انت تدهنيه في المناطق الحساسة وكل جسمك ووجهك، الاماكن كلها اللي فيها شعر زايد او بقع او اسمرار، تمام. وبعد كده بعد ما هتسيبيه على جسمك هتبدأي تسيبيه ربع ساعة قبل ما تاخدي الشاور بتاعك، هتسيبيه ربع ساعة وبعد كده تاخدي الليفة بتاعتك وتبدأي تدعكي تدعكي كده، من بعد ما حطينا المحلول تبدأي تدعكي 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 كده اهو جسمك كله، تمام. طيب هنرطب بايه يا ميه؟ هنرطب طبعا بمكون بيفتح وبيرطب وكمان بيعجز نمو الشعر. يلا بينا نعمل المكون الجبار التاني اللي برضو هيعجز نمو الشعر. على فكره الوصفتين دول يعني بصوا يا بنات يعني من اسرع المكونات اللي ممكن تشوفوها، هقول لك النتائج كمان هتلاحظيها امتى بالظبط. خلاص احنا عملنا الخطوه دي، هنعملها يومين في الاسبوع، هنعمل بقى الخطوه التانيه. هنبدا نجيب طبق تاني بالشكل ده، زي ما قلت الوصفه الاولانيه هنستخدمها مرتين في الاسبوع، تمام. ده سواء زلتي الشعر او سواء ما زلتهوش انت تستخدميها، لان هو مع التكرار بيبدا يتطاير الشعر لوحده. يعني انت مش ممكن مش لازم تعملي سويت، انت ممكن كمان تعمليها لبنوتك من سن 12 سنه، لو انت مش عايزه لها ليزر طبيعي تقدري تعمليه لها وتمشيها عليه مرتين في الاسبوع، بعد كده لمده 15 يوم، بعد لمده شهر، بعد كده تبداي ان انت تقللي، وهو بيشيل الشعر وبيخففه بيتطير وبيخليه يتطير من الجذور. الوصفه الاولانيه. طيب الوصفه الثانيه هنبدا نجيب فيها زيت السعد. السعد بصوا اهي، زيت السعد هتجيبيه من الصيدليه او من اي عطار. زيت السعد يا بنات ده طبعا غني عن التعريف لعجز نمو الشعر وازاله الشعر. هبدا اخد من زيت السعد بتاعي او السعد، هبدا اخد معلقه صغيره من زيت السعد بتاعي، تمام. البشره دي برضو بتعجز نمو الشعر وبتبدا ان هي تفتح البشره قوي، وبتبدا ان هي ترطب الجسم جدا والبشره. وطبعا معايا هنا زيت النعناع، زيت النعناع او زيت الليمون، يا اما تحطي زيت ليمون يا اما تحطي زيت نعناع، ده حلو قوي وده حلو قوي. وهبدا ان انا اخد من زيت النعناع بتاعي برضو معلقه صغيره على زيت السعد بتاعي، وهبدا ان انا اقلبهم بالشكل ده، تمام. قلبنا تركيبه الزيوت، هما زيتين زي ما قلت، يا اما زيت السعد ده اساسي ومعاه يا اما زيت الليمون يا اما زيت النعناع، تمام. طيب احنا خلطناهم بالشكل ده، وممكن المهم ان الكميه تكون متساويه، معلقه ومعلقه، او ممكن تحطي الاثنين مع بعض. هتبداي ان انت تحطيهم في زجاجه مع بعض، وطبعا لما تيجي تستخدميهم تبداي انك ترجيهم. ده بقى هتستخدميه بعد ازاله كل شعر، وبعد الوصفه الاولانيه. الوصفه الاولانيه انت هتعمليها يومين في الاسبوع، يبقى ده يومين في الاسبوع، وطبعا بعد ازاله الشعر مباشره برضو هتستخدميه. هتبداي تاخدي منه وهتبداي تدلكي المناطق الحساسه عندك ووجهك، الاماكن اللي انت عايزه تعجزي فيها نمو الشعر وتفتحيها وترطبيها، وهتبداي تدهنيه. طبعا بعد الوصفه الاولى هتستخدمي الدهان ده، ده بيرطب بيمنع الحساسيه كمان، لو انت عندك تحسس او تهيج هيمنعه نهائي، مش هيخلي بشرتك تتحسس خالص، وهيفتح جدا وهيعجز عندك نمو الشعر ان شاء الله. النتائج هتشوفيها من اول شهر، من اول شهر، من اول شهر هتلاقي نفسك الشعر بدا يخف بشكل ملحوظ جدا عندك، هتلاقي كمان الكلف والبقع والاسمرار بدا يتشال تماما. وصفه سهله، وصفه جميله، ان شاء الله تعجبكم، بس اتمنى ان انتوا تجربوها بنفس الطريقه اللي انا عملتها. اشوفكم على خير.